الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زرنا جامعة إشاعة العلوم بدعوة كريمة منهم لحضور سماع سنن الترمذي كان هذا يوم السبت الماضي بدأ المشروع وحقيقة كان المشروع أكثر من رائع سواء مشروع الترمذي أو الجامعة نفسها التي أبهرتنا إحنا في البداية كنا متوجهين لمشروع الترمذي لسماعه وبعدين لما زرنا الجامعة في أوقات الفراغ فراغ السماع وجدنا شيئا مذهلا زرنا دار القرآن زرنا دار الحديث وزرنا العالمية والمساجد يعني فقط في 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 مدارسهم هناك تقريبا 7 مساجد غير المصليات الأخرى الطلاب بيستيقظون من قبل صلاة الفجر بساعة لحفظ القرآن ومراجعته عملوا تخريج حضرناه في هذه الأيام أمس تقريبا أو قبل أمس تخرج فيه 350 طالب حافظ لكتاب الله يعني رقم هائل أحيانا تحتاج إلى مجموعة من المؤسسات لتحقق هذا الرقم هم ما شاء الله يحققونه يعني في أقل من سنة أيضا من المشاهدات العجيبة هذا العدد الكبير الآن عدد الطلاب هنا يفوق 10,000 بل أكثر ومعلموهم والهيئة الإدارية وعوائل المعلمين لأن كل المعلمين أيضا ساكنين كل هؤلاء الطلاب والمعلمون وعوائلهم ساكنين في هذه المنطقة يأكلون ويشربون وينامون على حساب الجامعة فأرقام مذهلة وهائلة كيف تتحمل مؤسسة إعاشة جميع هؤلاء فهذا يدلك على مدى جودة إدارة وحسن إتقان هذه المؤسسة المباركة أيضا من المشاهدات العجيبة هذا التنظيم الرائع يعني أعداد كبيرة لكن لا تجد سوء إدارة أو أمور خارجة عن الإدارة بل الجميع في تناسق واضح وغريب تواضع الجميع غاية في التواضع وتحس أن الجميع لهم يعني الجميع يحب أن يعين الثاني ويسدد الثاني من شيخهم الشيخ غلام الشيخ الأكبر إلى من دون ذلك كل واحد منهم حقيقة تجد أنه يريد أن يخدمك يريد أن يساعدك بطريقة تصل حد الإحراج الشديد من شدة الكرم الذي رأيناه حقيقة يعني أنا لا أظن أن هناك كلمات تستطيع أن تصف ما رأيت المشروع جبار وكبير أيضا ما سمعته عن المشروع يعني الجانب الخيري عندهم في المشروع بنوا أكثر من 1,000 في المساجد أرقام يعني أنا غير متخيل لها بنوا أكثر مما بنته وزارة الأوقاف في الكويت بنوا من الآبار وخرجوا من الطلاب ونشروا العلم الشرعي في ربوع الهند بطريقة مذهلة وعجيبة أسأل الله ينفع بهم ويجعلهم مباركين ويجعل هذا الصرح صرحا مباركا وأن يبارك في القائمين عليه وأهله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد